ربينا هون، خلصت المدرسة هون، الجامعة خلصتها هون بالمنطقة الحلوة. اشتغلت يمكن مع بداية الجامعة كجايد بهالدروب الحلوة بالمحمية. بعد ما تخرجت ببيت المحمية صار عندي هالاتصال، اتصال هيك صادق، اتصال حلو ورائع مع هالمحمية، مع هالفريق، مع هالناس اللي بتجي لهون. التنوع البيولوجي الموجود هون وما كان حوالينا من نبات ومن حيوانات، هيدا التوازن نحن بعدنا عنه كتير. إذا بنقرب شوي وبس بنفهم هيدي الصورة اللي نحن عم نشوفها قدامنا، بعتقد إشياء كتير بتتغير بحياتنا. مني وعلي سعيد، وجزء كبير من سعادتي عم بخده من وراء هيدي الغابة ومن وراء حمايتي لهيدي الغابة أو مساعدتي بحماية هيدي الغابة. إذا بنجي بنحكي نحن عن موضوع الإيكوتوريزم أو السياحة البيئية اللي خلق مع وجود محمية أرز الشوف هون من 96 لهلأ، بعتبر هو المصدر الأساسي تيكون عم بخليني أنا عم بعمل بروجي بسيط، بروجي بيت ضيافي هون وفارم فيل هون وطاولة ضيافي هون وبروجي مهضوم بهالضيعة التاني. يعني على القليلة أنا عائلتي، كل هالأصدقاء، كل هالجيران، كل هالناس اللي حوالينا عم بيضلن هون، لأن آخر النهار في طبيعة معطاء، في غنى بضيانا، ما نستهون بالموارد الطبيعية الموجودة بين إيدينا. عم نقدر نعرف نحولها تتصير نموذج نقدر نقدمه للزائر اللي بيجي على هالمنطقة. هي المعادلة بسيطة كتير، منحافظ على الغابات ومنهتم فيها، والغابات رح تحافظ علينا وتهتم فينا. إن شاء الله نقدر نوفيها بشوي صغيرة، نحن أقل واجباتنا تجاه الطبيعة.